مشاهدينا، وللحديث عن تصاعد التظاهرات ضد النظام في إيران تزامنا مع مرور 40 يوما على مقتل مهسا أميني، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب والباحث في الشأن الإيراني الأستاذ يوسف عزيزي. مرحبا بكم معنا. مرحبا بكم وتحياتي لمشاهديكم الكرام. أهلا بكم. في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل مهسا أميني، يخرج المتظاهرون قاصدين قبرها لإحياء الذكرى، وتمنعهم القوات الأمنية الإيرانية وتستخدم العنف المفرط ضدهم. ما الذي يخشاه الأمن والحكومة في إيران من تظاهرة سلمية لإحياء ذكرى وفاة فتاة قتلت على يد الشرطة؟ النظام الإيراني بما أنه هو يشعر بأنه مذنب فلا يريد أن للضحية أو أقرباء الضحية أن يحضروا إلى المغبرة، فمنع هذه العائلة، عائلة جينا مهسا أميني، من أي مراسم، من إقامة أي مراسم، بل هددوا عائلتهم بأنهم سيسجنون شقيقها إذا تم ذلك. لكن الجماهير الكردية في مدينة سقز الإيرانية في كردستان إيران تخطت هذه الأمور، فهي ورغم إغلاق كل الطرق المادية للمقبرة، عبروا الأنهار، عبروا الجبال، عبروا الوديان، حتى وصلوا بالآلاف إلى مقبرة إيجي بسقز، بمدينة سقز في كردستان الإيرانية، وشاهدنا تلك الانطلاقة الثانية، لأنه الانطلاقة الأولى أيضا للانتفاضة في إيران هي كانت أيضا من سقز في كردستان إيران، وهذه الثانية، وهذه جرعة الدم الجديدة اللي انتشرت في جسم كل مدن إيران، ويمكن أن أصفها بنقطة انعطاف جديدة في المسار الثوري ضد النظام الاستبدادي في إيران. وشملت هذه المظاهرة اليوم أكثر من 30 مدينة في إيران، مدينة كبيرة، وفي طهران فقط في العاصمة الإيرانية 60 حيا شهد مظاهرات، وحتى الليل والمساء استمرت هذه المظاهرات ضد النظام في كل أنحاء طهران، من شماله الراقي إلى وسطه البازار والأسواق، وكذا إلى جنوبه الفقير والأحياء الشعبية. فهذا النظام يعني في الواقع ليس لديه أي أداة أن يعملها مع، يعني استخدم العنف والعنف المفرط لكن لم يؤثر على حراك الجماهير. نعم، هنا أيضا منذ أيام دعت نقابة العمال للإضراب، ما أثر دخول نقابة العمال على خط التظاهرات ورفض النظام في إيران؟ كيف ساهمت في اتساع التظاهرات وزيادة حشدها؟ العمال يلعبون دور هام في هذه المسيرة الثورية، لأن هم الذين في الواقع كملوا المظاهرات والاحتجاجات في عهد الشاه، وأسقطوا النظام، ويعني أطلقوا الرصاصة، رصاصة الرحمة في الشاه، نظام الشاه. الآن هم أيضا بدأوا، أنا ما أقول لك كلها، لكن في شركات وفي مصانع في أنحاء مختلفة من البلاد، وخاصة شركة النفط أخذت تبدأ بالإضرابات. اليوم كان هناك إضراب في مصفات طهران التابع لشركة النفط الإيرانية، فإذا التحقت عمال آخرين في أنحاء أخرى في من القطاع الصناعي، وخاصة قطاع النفط في عربستان، في عبادان، وفي الأحواز، يعني سيكون هناك أمر مصيري لهذه الثورة.
طيب هنا أيضا كيف ترى موقف أمريكا من هذه التطورات الأخيرة والتظاهرات التي تنتشر والرفض الشعبي للنظام في إيران؟ إلى أي مدى ترى أن موقف أمريكا حاليا متذبذب بين الدعوات المعارضة الإيرانية للإدارة الأمريكية لتقديم المزيد من المساعدة للمتظاهرين؟ المتظاهرين في إيران لا يريدون أي مساعدة مادية من أي جانب. المتظاهرين والجماهير التي تواجه بصدور عارية الرصاص لشرطة وقوات الحرس الثوري التابع لخامنئي تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤمن لها الإنترنت في حال قطع الإنترنت في مدن مختلفة من إيران، تريد من الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها نفوذ على العديد من الدول في العالم أن تغلق السفارات الإيرانية في أو تضغط على أوروبا كي تغلق السفارات الإيرانية في الدول الأوروبية. وأيضا صحيح أن الولايات المتحدة في الواقع جمدت المفاوضات النووية مع إيران، وهذا إثر الاحتجاجات وشدة الضغط اللوبي الإيراني والمظاهرات الجاليات الإيرانية في واشنطن وفي أمريكا وفي أوروبا وفي كل أنحاء العالم. لكن ما يتوقعه الإيرانيون هو أكثر من ذلك، أن في الواقع يتم في الواقع الضغط على إيران، بل وحتى جرها إلى مجلس الأمن إذا أمكن ذلك. نعم، من لندن الكاتب والباحث في الشأن الإيراني الأستاذ يوسف عزيزي، نشكر وجودكم معنا.